رمضان شهر التوبة والغفران والعتق من النيران. رمضان شهر تضاعف فيه حسنات الإنسان، شهر نكون فيه عند الجواد الكريم ضيفان. رمضان إيماننا فيه يتجدد، وفي مدارج الإحسان نرقى ونصعد. شهر وأي شهر، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه ويستعدون له 6 أشهر، وإذا انقضى بكوا على فراقه 6 أخرى. شهر عظيم نال هذا الشرف وهذه المكانة بأمرين 2 عظيمين. الأول هو كلام الله تعالى، ففي هذا الشهر نزل فيه القرآن، نزل فيه الهدى والبيان والرحمة لبني الإنسان والجان. شهر اتصل فيه وحي السماء بالأرض العجفاء، فأنبتت أنفساً مطمئنة وقلوباً سليمة وأرواحاً شفافة وأسراراً موقنة. وشرف أيضاً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وحبيب الحق، إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ففي رمضان أعطاه ربه عز وجل الاستعداد الكامل، استعداد الجسد والروح لتلقي القرآن وتحمل مسؤولية الخلافة في الأرواح والأوطان. رمضان يا أيها الشهر الذي زينه الله بالطاعة والتوبة، وسهل فيه على عبده الرجوع والأوبة، وكانت فيه للأشباح مع الأرواح نوبة، هل من فضائل أخر وخصائص تذكر؟ فيه ليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق، ليلة القدر، ليلة أفضل من 1000 شهر. يغفر الله عز وجل فيها الذنوب ويستر فيها العيوب، تقضى فيها الحوائج وتحصل فيها أحسن النتائج. جعل الله حاجتنا وحاجتكم النظر في وجه الكريم، آمين. فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين رحمة من رب العالمين. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر كله خير في خير، نجوم ليله قيام وذكر، وبدره قرآن وفكر، شجاعة يومه صبر على العطش والجوع، وصبر عن المعاصي والخنوع. اصبر على الطاعة فالشجاعة صبر ساعة، وهذا هو الجهاد في الله تعالى. هو شهر الفتوحات والانتصارات على الأعداء في المعارك والغزوات، بدر الكبرى، فتح مكة، عين جالوت، وغيرها كثير. هو انتصار أيضاً على الأنفس والشهوات بالطاعات والابتعاد عن المهلكات. شهر توزع فيه الجوائز العظمى، أجر النافلة فيه كأجر الفريضة، ويضاعف الله عز وجل الحسنة 700 ضعف، ويزيد لمن يشاء. من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لخيبة من أدرك رمضان ولم يغفر له، وما أسعد من في رمضان تنور وبذكر ربه تعطر، وعلى الطاعة صبر، والمعاصي والذنوب فيه هجر، ورحمة الله وفضله استمطر. فهنيئا له ولنا إن كان ممن فكر ونظر ثم قام فشمر. اللهم اجعلنا منهم، آمين.